عاد عمركم شفتوه كله ابدا. تعالوا تشوفون يلا، واحد اثنين ثلاث، شوفوا يا حبيبي الغرفة السرية حقتي. طبعا اكيد راح تتسألون تقولون يا ماريو وش دي الارقام اللي جنب الباب؟ طبعا هذه الارقام يا حبايبي هذا رقم سري ما حد يقدر يدخل ابدا ابدا الا يحط الرقم السري. حطيت صراحة الرقم السري عشان الويجي ما يقدر يدخل الغرفة الاسطورية حقتي، لان الباب ما ينفك. شوفوا شوفوا، افتح يا باب افتح يا باب، شايفين ما يفتح الباب ابدا ابدا. اوه صح بقول لكم شيء، وش تتوقعون داخل الغرفة؟ اللي عارف وش في داخل الغرفة راح احط قلب التعليق واثبته في التعليقات، اتحداكم تعرفون. في شيء ما حد راح يتوقع ابدا. يلا خلوني الان اخلص كل شيء وارجع لكم. يا ربي انا والله اليوم مره طفشان مره طفشان، من اول اكلم اخوي ماريو ما هو موجود في البيت، ما ادري وين طلع، راح يجيب اغراض شكله راح يجيب اغراض، وانا ماني عارف وش اسوي، جالس في البيت طفشان قاعد اهف الذبان، ما في احد مره ما في احد. تدرون انا بروح ابشوف ماريو ايش عنده، والله نحاس عندي شيء. خلينا ناخذ المنظار يا حبيبي ونبدا نراقب اخوي ماريو وش عنده وش عنده. هذيك الغرفه حقت النوم شوفوها، ودقيقه دقيقه نشوف هنا وش فيه، وش هذا وش هذا؟ اوه خشب ماريو. شوفوا خشب ماريو ذكو. إيه لا ما نبغى خشب ماريو، خلينا ننزل تحت نراقب نراقب. هذا ماريو وهذا الباب حق الباب حق مسكر. وش عنده وش عنده؟ خلينا ندور وينه هو. وين هذا ماريو؟ هذا ماريو والله. وش قاعد يسوي؟ قاعد يسوي شيء جديد والله، قاعد يسكر الشباك. وش عندك؟ والله سكر الشباك. هذا الغرفة السرية حقت اللي ما خلاني ادخل فيها، والله شكل عنده مشروع جديد ما يبي يعلمني. كشفتك كشفتك يا ماريو. خلينا الان نروح نحاول ندخل الغرفة الجديدة حقته، هو دائما لما اسوي مقر سري ولا مخبى سري يدخل عندي يا حبيبي، عشان ذي المرة انا بروح وبرد لها الصاع 5 ساعات مو صاعين يا حبيبي. خلينا ندخل الان بشويش بدون ما يدري ابدا ابدا ابدا، بادخل بسرعة وان شاء الله احصل اشوف وش اللي فيه جوا وش اللي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نشوف يا حبيبي خلينا نشوف. هلا والله هلا والله ماريو، هلا وانا الاول ادورك ادورك. وش قاعد تسوي ايش قاعد تسوي؟ علمني علمني ايش قاعد تسوي؟ ها وش قاعد تسوي؟ وش قاعد تسوي هنا 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 وش قاعد تسوي؟ ترى شفتك 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 تسوي تمارين تمارين اخوي. 1 2 3 يا كذاب 5 وش شفتك؟ انظر كذاب كذاب، وش هذا الرمز؟ علمني علمني، اعطيني الرمز اعطيني الرمز. انا عارف انك حاط رمز سري. الغرفة السرية حقتي هذا يا اخوي ما اقدر اعلمك صراحة. اعرف الرمز حقك. يحسبني غبي ماريو اخوي، انا عارف اكثر من نفسه. رمزه هو 4-1 4-1. خلينا نفتح الباب. ليش ما يفتح الباب؟ الرمز غلط. وش هو؟ يا اخوي والله انك غبي. فتح الباب. حق القديم. يا ربي يا ربي، ليش مقفل الباب حاط رمز؟ ابغى اشوف وش في جوا وش في جوا، علمني. شوف شوف حتى انا زيك ما اعرف والله ما اعرف الرمز والله. يا ربي وش الرمز؟ والله انت داس حاجه وش حاطي؟ علمني يا اخوي، انا اخوك ترى ما حد يدري. شوف ما حد يدري، علمني وش في جوا وش في. يا اخوي ما اقدر، انا لو بعلمك بعدين المتابعين راح يغشون اني تحديتهم يعرفون وش في داخل. يعني تبغى تحدي معاي بعد انا؟ يعني لا انا انا اليوم اليوم راح انام ليه ما اعرف. انا بقول لك شيء، انا عن نفسي اعلم المتابعين كلهم الا انت ما علمك شيء يا حبيبي. يلا طيب 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 كذا نظامك كذا نظامك مسوي مكان ثاني مرة تسمع. طيب مو لأنك أنت سويت تدخل والله كسرت تكسير لو تدخل ثاني مرة. خلاص طيب 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 بسم الله الرحمن الرحيم، والله كذا نظامي مسوي مخبز سري ما يبغى يعلمني وش فيه، وحاط له حماية وكم ورقم سري وكاميرات شكل حاط جوا، والله ما أدري وش حاط. تدرون أنا اليوم بسوي خطة مع الاثنين المصايب، الاثنين اللي يحبون الأسرار هذه، شرشبيل وسنفور، بنسوي اجتماع طارئ اليوم، اجتماع جدا طارئ يا حبايبي، شيء مهم جدا. خلينا بسرعة نروح وناديهم بسرعة ونسوي أقوى اجتماع في العالم بمناسبة المقر السري حق ماريو الجديد. وهذه السالفة يا شرشبين وسنفور، متخيلين متخيلين الماريو مسوي هذا كله؟
والله يا اخ ولد حمسني صراحة، ودي اعرف وش السالفة. والله انا اللي ابغى اعرف وش السالفة. ماريو ما شاء الله قام يتسوي حركات ويعلمنا. اسمعوا انا عندي حل. معايا في الصندوق حقي 70 تي ان تي، خلينا نفجر البيت حقه وندخل جوا. وش رايك اخوي؟ هالويجي هو سوى البيت راح ينزل، لا تتكلم كذا، هذه خطتك السريه. انت بس تفجير. المون ايش اسوي؟ مالك من بعدين انزل على الطاوله يا ولد، ثاني مره تركب الطاوله حقتك. طيب وانت انزل من الطاوله حقتك، قصدي حقتك. ايوه والله انت مشكله. الحين جيبوا لنا حل. احنا عندنا مشكله كبيره. عندي فكره اسطوريه صدقوني. وش فكرتك يا اخوي؟ وش فكرتك؟ تعالي نقرب بسمع كلام. الفكره وما فيها راح راقب ماريو. تسمع؟ ايوه. وين رقمنا؟ وش الرقم السري؟ يقول لويجي في رقم سري، صح يا لويجي ولا كيف؟ ايوه في رقم سري، بس ما راح يخلينا. انا حاولت. تدرون حتى جربت جميع الرموز السريه حقت ماريو، ما قدرنا. ما مغير الرمز ما راح يخليكم تعرفونا ابدا. لازم في خطه بديله. علموني وش اسوي. اسمع انا جبت الحل يا حبيبي. اسمعوا، ايش رايكم نجيب واحد هاكر يهكر لنا الرمز السري وندخل في الخزنة؟ مين الهاكر؟ طيب مين؟ ما اعرف. يا الله انت ما تفيدون الواحد، والله ما تفيدون الواحد الصراحة. اذا جبت خطة قولوا لي. انا بروح. عندي فكرة. وش فكرة؟ نخطف ماريو ونهدده يعطينا الرمز غصبا عليه، وش رايك؟ لا هذا اخوي ما ينفع كذا، ما خرجني. والله انتم مشكلة. هذول المفروض الواحد ما يطلب مساعدتهم. ما حلولهم، كل واحد اصعب من الثاني. جيب هكر وجيب مدري ايش واخطف ماريو، ما ينفع كذا. انا عارف وش الحل، انا راح اسويها، يعني راح اسويها اليوم. راح ادخل خزرة ماريو الجديدة وراح اعرف وش في جوا. ابى اروح عند عمان القروي وباخذ مشروب الاختفاء، هو الحل المناسب اللي استنى ماريو يفتح الباب وادخل على طول يا حبيبي. يلا خلينا نروح عند عمان القروي ونسال عن مشروب الاختفاء الخارج. يلا يا حبايبي، بشركم جيت بسرعة. عمان القروي دائما يساعدني. خلينا الان ناخذ مشروب الاختفاء، الموضوع جدا بسيط. شوفوا كيف لويجي المحترم. خلينا نشرب. بسم الله، كويس. ننزل القزازة هنا. شوفوا كيف انا صرت مختفي، ما حد يشوفني ابدا، انا لويجي المخفي. خلينا الان ندخل بيت ماريو ونشوف الخزنة وش في جوتها. تتوقعون فيها دايموند ولا فيها اسلحة؟ ولا اتوقع، انا تدري وش اتوقع؟ اتوقع فيها السلاح، مو سلاح، سيارة جديدة. ايوه دعسها فوق. خلينا ندخل الان يا حبيبي. اوه هذا بيت ماريو، اخيرا وصلت البيت. نطلع فوق ونقرب من الخزنة، نقرب. نبغى نشوف ماريو وين. اوه ماريو ما جاء، لازم ننتظر. تنبيه هنالك شخص مختفي. وش هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وش هذا الانذار؟ تنبيه هنالك شخص مختفي. وش دراه؟ معقول حق جهاز؟ بسم الله. واحد مختفي عندي في البيت. جهاز الانذار يعلم انه في واحد مختفي. لا تشوفني، والله مشكلة. يا ربي وين المختفي ده؟ وينه؟ والله وريك المختفي. حاط جهاز عشان يدري اذا في احد مخفي يدخل بيت ولا لا. يا ربي حتى تشوف رجع طبيعي. والله المهم ما فشلت. هذا سفور، هذا سفور. لويجي وش فيك زعلان؟ شكلك فشلت انك تدخل لخزرة ماريو. اعترف يا فاشل. انت فاشل يا لويجي. انا من فاشل، مالك شغل اصلا. ما ابغى اشوف ايش فيها الخزرة، ما ابغى يا اخي. ترى ماريو طلع حاط احتياطات وحاط جهاز انذار ومدري ايش.
اوه متطور، بس اسمع لانك انت حرامي فاشل انا بوريك كيف الحرامي المحترف يدخل للخزنة وياخذ كل شيء فيها. شوف كيف سنفورة الاسطورة راح يدخل الان ويجيب لك الرمز بسرعة. ما راح يشوفني، هو اهم شيء التخفي، اهم شيء التخفي يا حبيبي. الله شكله بيجيب العيد دحين بياكلنا بوكسين من ماريو، انا متاكد بيخليه بيعطيه بوكس يطير يطير اخر الدنيا. يصدق نفسه، يصدق نفسه والله. لا خلاص ماريو، والله اني اسف، والله والله اني اسف، والله اني اسف، فخرني والله. يا ولد اهرب اهرب اهرب. خلاص الحين اجيك، الحين اجيك شويه. خليني اروح، خليني اروح اكلم سفور. يا سفور سفور، وقف 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 يا ولد، وقف. وش صار وش صار؟ علمني. والله هذا مره مهتم بالخزنه، شكل فيها شيء نادر. الحين لازم نكلم شرشبيل. شرشبيل هو العقل المدبر، هو اللي بيجيب لنا الرمز صدقني. خليني بسرعه اروح على دي واجيك لويجي. دقايق بس دقايق. والله شكل اليوم مستحيل بندخل الخزنه حقت ماريو. ما شاء الله ماريو صاحي وعيونه بدل ما عنده عينين عنده خمس عيون ما شاء الله، واحده فوق واحده يمين واحده يسار، ما يخلي اي احد ينتبه يدخل البيت ما شاء الله عليه. خليني اشوف هل هو قاعد يحرس الباب الان ولا لا. خليني اشوف، والله شكله مره مره مركز على البيت، قاعد يحميه قلبا وقالبا. شوفوا 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 شوفوا، والله قاعد يحرس يحرس، ما راح يخلي احد. دقيقه دقيقه، بحاول معاه محاوله اخيره. يا ماريو ماريو، السلام عليكم. اخوي ماريو انا جعان ابغى اكل. عندك اكل؟ عندك اكل يا اخوي ماريو؟ ممكن ادخل بيتك؟ كل الناس في عالم ماينكرافت يجون بيتك لانه عندك اكل. جاي تكذب علي؟ وش تبغى مني؟ علمني. صراحه ابغى اشوف وش في فلفل الخضره حقتك. علمني علمني. إيه؟ والله يا اخوي باحلامك ما تشوف، والله باحلامك ما طيب طيب والله بنروح نكلم شرشبيل. صدقونا شرشبيل هو اللي بيجيب الحل انا متاكد. ها وش الفكره؟ علمنا يا شرشبيل علمنا. يا انت غبي اصبر علي خلنا نشوف بس. كويس كويس، غابت الشمس. فكرتي يا حبيبي هي اللي تغيب الشمس عشان اخوك ينام. ينام اخوك ونقدر ندخل. وإذا لا شغل مخك، كيف ندخل في رمز سري ما يمدينا؟ يا غبي نمسك البكاكس حقنا ونقعد نكسر 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 نكسر. تكلم يا اخوي تكلم. علمه انت من جدك؟ انت وياه من جدك؟ يا شرشبيل والله لويجي معاه حق. انت تعرف الخزنة، باب الخزنة الذهبي هذا كم يجلس ساعة علشان تكسره؟ تجلس ساعات كثيرة. اكسر خشمك بعد، اكسر خشمك، عندنا الوقت كله يا غبي. ما عليك نايم الان. هو ما يصحي طيب بكرة. طيب واذا كشفنا ماري؟ واذا كشفنا؟ علمني وش تسوي وش تسوي. ايوه اخيرا تكلمت، هذه النقطة كنت انتظرها من زمان. امسك امسك انت وياه هذا الشيء لكم، امسك انت واحد لك واحد له. يلا امسك. طيب طيب خذ خذ، تفضل تفضل يا سبور. خليني اشوف خليني اشوف وش هذا. أيوة. بسم الله. البسوا هذا على راسكم. هلا والله هلا والله، انا ما شاء الله حرامي حرامي. ايوه كلنا حرامي. يا شرشبيل ماني قاعد اشوف شيء، وش اللي قاعد يصير؟ غبي ما جبنا اسم للعصابة حقتنا، لازم لها اسم، اسم كويس. عصابة الرداء الأسود. حنا عصابة الرداء الأسود. لا يا حبيبي الرداء البنفسجي، أنا لو البنفسجي أبغى بنفسجي. الرداء الأصفر أجل خلاص. يا حبيبي الرداء الأخضر، الرداء الأخضر أفضل لون، خلاص نتفق الرداء الأخضر. طيب لباء عصابة سرقة الخزنة من عند ماريو، تعالوا يلا بسرعة. ايش بتقول هذا؟ والله ما أدري ما أدري، خلاص اسمها كل واحد يحط لها اسم بكيفكم. خلينا الآن نروح وننطلق يا حبيبي ونكسر خزنة ماريو وهو نايم. بس دقيقة يا شبير انتبه أن يكون صاحي الآن، لازم نتأكد أول شيء. خلينا نطير طير طير طير. هذه ليلتي هذه ليلتي الأسطورية. بتفضحنا بتفضحنا، تعال تعال.
البس الجناح، البس الجناح اول شيء، البس الجناح حقك بسرعه، اسمعني وامشي معايا الان، تعال على شباك ماريو، خلينا ننتظر هنا بالضبط، ننتظر لين ما ينام، لاني والله شوفها، شفت كيف، شفت كيف صاحي هو، ما هو نايم على السرير، ما هو نايم، كيف ندخل يا حبيبي، علمني علمني، خليه ينام الان يا حبيبي، بعدين راح ندخل ونكسر الخزنه ونشوف وش فيها، بنلقى الدايم كله نتقاسم ان شاء الله حبه حبه. يا ربي ماريو، من اول ما نام ما ادري وش قاعد يسوي، شكله قاعد يعد الدايموند يا سنفورت، اتوقع اني قاعد يعد الدايموند اللي موجود عندي في الخزنه. اي والله اتوقع اتوقع قاعد نعم ابشركم، نعم يا حبيبي، اخيرا هذاك ماريو نايم، كويس كويس، يلا يلا تعالوا معي، خلينا ندخل خلينا ندخل يا حبيبي، كسر كسر قزاز كسر قزاز، تعالوا حبه 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 حبه، ليش سباكم حبه حبه، وراي طبور طبور، بشويش بشويش، اي كويس كويس، كفو عليك يا سفور، كفو عليك يا سفور، كفو عليك، روح روح روح، نسرقك يا غبي، ولد يا غبي، ما يدري الحرامية جو في البيت، سنفور وش الحركة دي، وش الحركة دي، علمني، هذه حركة ما تعرفونها حق الحرامي المحترف، يا شبير، هذه اسمها حركة البطة يا أخي، لا تفضحني لا تفضحني، خليني أعلمهم حركة البطة الأسطورية، يلا تعالوا نبدأ الحرامي المحترف، ما يترك أثر وراه، يلا خلينا الآن نبدأ ونكسر نكسر إن شاء الله نكسر، يلا يلا كسر، سنفور سنفور يلا، أوه خليني أحاول، طيب أحط رمز ولا حاجة، ممكن أجيب الصح، لا يا غبي، اذا حطيت غلط بيطلع صوت ويصحى ماريو، ساعدنا ساعدنا، يلا ابدا كسر كسر، شد الهمه يا ولد، شد الهمه، ابدا كسر كسر، خلينا نبدا نكسر نكسر لين ما تنكسر ان شاء الله، ان شاء الله يوم من الايام تخلص، والله خفنا مره تطول، شو جميل، كم بتاخذ علمني، ممكن اربع ساعات ان شاء الله، يلا يلا ما في مشكله، ما في مشكله، انتم بدوني انا بجلس شوي، طيب طيب يلا يلا خلينا نكمل نكمل يا حبيبي، انا تعبت والله تعبت، يلا كملوا كملوا كمل لنا ساعه يا شاشبير، علمني كم لنا ساعه، والله من اول قاعد يكسر، باقي شوي انا احس بسيط العمل، يا شاشبير انا بروح بعد باخذ لي غفوه شويه، كمل انت والله تعبت يا تعبت، يلا يلا وباقي شيء، والله مره تعبت، باقي شيء يا غبي، الله وش علمني، علمني كسرت يا حبيبي، كسرت 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 كسر، شبير شبير، وش هذا وش هذا، علمني، هذا تفاح وطماطم، تفاح وطماطم، تفاح وطماطم، هذه أخرتها كلها، مهبولة علينا يا أخي، مهبولة ماريو، حاط تفاح وطماطم وعسل، بس هذا اللي فيه في الخزنة، هذا اللي فيه، والله لا كسر تكسيره، هو نايم والله، يلا حتى انا اوريه، والله راح اوريه، تعال يا ماريو،